السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. متواصلين مع بعض إن شاء الله الحديث طبعا عن الخلطات والأعشاب وشغل الأدوية والأوزان اليومية بفضل الله للفراخ. فراخنا النهاردة عمرها 27 يوم، ومعانا بفضل الله برضو نفس الخلطة اللي قلنا نشتغل بيها من عمر يوم لآخر الدورة. ان شاء الله النهاردة برضو هنحطها للفراخ بتاعتنا، وان شاء الله هنوزن الفراخ وهنشوف الاوزان. طبعا الوقت هتلوم ميه بيضة كمان شغرها لهم بدواء مضاد سموم اللي نزلته امبارح، بحيث ان لو في اي حاجة سالات ولا اي حاجة. طبعا هو مفيش سالات، بس قلنا عشان خاطر لو في سموم فطرية، طبعا السموم الفطرية بتتراكم، عشان خاطر لو في سموم فطرية نزلها قبل ما يحصل اسهالات. ان شاء الله هنشوف الخلطة مع بعضنا. طبعا يا جماعة الخلطة بتاعتنا طبعا وقلنا مكوناتها قبل كده، الخلطة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي عبارة عن بصل، وعبارة عن الثمان اعشاب اللي قلنا عليهم او التسع اعشاب اللي قلنا عليهم، اللي هو الكركم والكزبرة والكمون والزعتر ومعاهم زنجبيل. تمام، ديك الاعشاب بتاعتنا اللي بنستخدمها، ومعاهم النعناع. تمام، وطبعا والخميرة. طبعا دي الاعشاب اللي احنا مستخدمينها في الدورة. بنقلب طبعا المكونات دي كلها طبعا على العلف. طبعا هنقلب وهنرجع لكم تاني، انتظرونا. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما قلبنا العلف، قلبناه طبعا تقليب متجانس. طبعا زي ما انتم شايفين العلف مش مبلول بفضل الله، تقليب تمام. نحاول ان احنا ما نخليش العلف مبلول ميه بقدر المستطاع، او من الخلطات اللي احنا عاملينها عشان خاطر العلف ما يعفنش. عشان العلف لو عفن طبعا هيعمل لهم مشاكل احنا في غنى عنها، واحنا مش عايزين مشاكل. وبعد ما خلطنا طبعا الاعشاب والعلف، طبعا زي ما حضراتكم شايفين في اقبال على الاكل. طبعا ده يا جماعة ريحته مفحفحة، طبعا الخلطة دي ريحتها مفحفحة، فبتجذب الطائر للأكل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده هنوزن مع بعضنا ايه عمر 27 يوم، هنشوف الأوزان وصلت معانا لفين. معلش بقى عشان المكان عندي ده يا جماعة، بس نحاول نصور لكم كويس. هناخد معانا اول فرخ، بسم الله. معانا اول فرخ بسم الله ما شاء الله، كيلو 920، طبعا ده في عمر 27 يوم بفضل الله. اوزان 100 على العمر دون. طبعا بسم الله معانا بفضل الله ده يا جماعة، بسم الله معانا كيلو وتمنمية وعشرين بفضل الله، اوزان كويسة. معانا فرخ تاني يا جماعة بسم الله، ميزان مصفر اهوك، هنوزن. معانا كيلو 820، يعني هي الاوزان كيلو 820، الاقرب والاعلى وزن. اعلى وزن فيها اللي هو الكتكوت كيلو، الفرخ الكيلو 900 اللي احنا شفناه، بس يعني الاكتريه طبعا كيلو 820 عشان ما نبقاش بنضحك على حد. وطبعا في حاجات قليله برضه عشان خاطر الناس ما تقولش هو بيوزن الكبير، في حاجات قليله زي كده نشوفها كام. بسم الله ده كيلو ونص اقل حاجه يا جماعه، في عمر 27 يوم اقل حاجه كيلو ونص، في عمر 27 يوم اقل حاجه كيلو ونص. نشوف فرخ تاني بسم الله، بفضل الله كيلو 950، كيلو 950. نشوف حاجه تانية ولا ايه؟ بسم الله كيلو 840،
بسم الله. معانا اخر فرخ. بسم الله. كيلو 900 يعني كيلو 930 اقرب، عشان خلاص ده انا واقف بتعمل اتحرك. كيلو 930 فوزان، الله اكبر، اوزان كويسه ما شاء الله.